السلام عليكم ورحمة الله. الشباب مقرر فيزياء واحد دراسات مستقلة. نبدأ مع بعض إن شاء الله في chapter 2 وهو بعنوان Mechanical Properties of Matter، الخواص الميكانيكية للمواد، ونعني بها هنا المواد الصلبة. الباب أساسا هو عن معاملات المرونة للمواد الصلبة وعلاقة الاسترس والسترين. الاسترس اللي هو بنسميه الإجهاد والانفعال بمعامل أو بمعاملات المرونة، وأنواع معاملات المرونة، أنواع معاملات المرونة المختلفة. هنشوف كده الشابتر كده خطوة خطوة. الاسترس والسترين. الاسترس هو معناه الإجهاد، والسترين معناه الانفعال. الإجهاد والانفعال. What are they؟ ما هما؟ ما معناهم؟ And why are they used؟ وبنستخدمهم في ايه؟ او بنستخدمهم ليه؟ الحاجة التانية الإلاستيك بيهيفير. الإلاستيك بيهيفير اللي هو السلوك المرن. إلاستيك يعني مرن، بيهيفير سلوك. يعني ما هي الأجسام كيف تتصرف من حيث المرونة؟ When loads are small، لما تكون الأحمال اللي على جسم صغيرة. How much deformation occurs؟ How much deformation occurs؟ كلمة أو المعنى هنا إيه اللي بي بي بيحدث للجسم من deformation. deformation هنا ممكن نقول عليها انخلاع، تشوه، تشويه بيحدث للجسم لما بنحط أجسام صغيرة. و what materials deform least؟ أني مواد هي اللي بيحدث لها هذا التشوه بكمية قليلة يعني على الأقل. البلاستيك بيهيفير، يبقى في إلاستيك بيهيفير وفي بلاستيك بيهيفير. إلاستيك قلت اللي هي السلوك المرن، بلاستيك يبقى سلوك غير مرن. غير مرن وجاية من كلمة البلاستيك. بلاستيك بيبقى حاجة رف، نشفة، جامدة. At what point do dislocations cause permanent deformation؟ عند أي نقطة dislocations. كلمة dislocations يعني انخلاع، يعني لما بنزود أثقال أو بنزود أحمال على الجسم بيحدث لها انخلاع أو أكتر انخلاعات، وهذه الانخلاعات بتكون permanent. يعني ايه permanent؟ يعني دائمة الحدوث، يعني يحدث للجسم انخلاع، يحدث له خلع وما يعود يرجع لوضعه الاصلي. اما الالاستيك بيهيفير ان الجسم اذا وضعنا عليه اثقال ثم رفعنا هذه الاثقال يعود لاصله، عشان كده بنقول عليها إلاستيك بيهيفير. يبقى ده سلوك مرن، سلوك مرن. البلاستيك بيهيفير هو اللي بيحدث فيه انخلاع، وبالتالي ده سلوك غير مرن، بيحدث ديسلوكيشن أو انخلاع دائم في الجسم. وإيه هي الماتيريالز اللي بتعمل مقاومة للبيرمننت ديفورميشن، للتشوه الدائم اللي بيحدث فيها؟
هنشوف الحاجات دي كده على مهلنا خطوة خطوة، و الله المعين إن شاء الله، الله المعين إن شاء الله. طيب طبعا في كمان البريتل والدكتيليتي. البريتل دي اللي هي المواد الهشة، ودي دي احنا مش يعني مش هنتكلم عليها، لان دي خاصة مثلا بصخور معينة هي اللي بيحدث، اللي هي البريتل لو دوسنا عليها بيحدث لها انسحاق، بتنسحق في تحت تأثير اي ثقل. نبدأ بقى معاكم من الأول كده، ما هو الستريس؟ الستريس اللي هو الإجهاد. Stress is a measure of the internal resistance in a material to an externally applied load. يعني بتبقى مقاومة داخلية في المادة لأي لود، لأي حمل، لأي أثقال خارجية تقع على هذه المادة. For direct compressive or tensile loading, the stress is defined as. أولا نشوف يعني إيه tensile stress. Tensile stress أو tensile load، لما نقول tensile يعني معناه إن إحنا بنعمل إجهاد طولي، إجهاد طولي على الجسم. يعني طبيعة الجسم في هذه الحالة إن الجسم بيكون على شكل سلك، أسلاك، يعني سلك رفيع بحيث إنه نص القطر بتاعه يعتبر إجنورد أو مهمل، بهمل نص القطر جنب الطول بتاع السلك. يعني سلك مثلا طوله يبقى مثلا 2-3 متر، ونص القطر مثلا في حدود 1 ملي متر، 1 ملي جنب 2-3 متر ده لا يذكر. عشان كده بنقول هنا الإجهاد، إجهاد في الطول. وحتى الانفعال اللي هيحدث للسلك بنقول عليه انفعال طولي، لأنه الطول ينفعل أكتر من العرض، لذلك بنسميه تنسايل ستريس. وهنا هيبقى فيه تنسايل سترين اللي هو الانفعال الطولي. أولا الستريس هو اللود، واللود اللي هو الوزن اللي هو يبقى عبارة عن قوة F، اللود اللي هو الفورس F اللي هي تبقى MG، على الكروس سيكشنال اريا بتاعت السلك اللي اتعلق فيه هذا اللود. يعني عندي سلك بنعلق فيه لود او بنعلق فيه وزن معين، فهذا الوزن طبعا بيبقى الكتلة بتاعت، علقت كتلة مثلا 5 كيلو جرام، 5 كيلو جرام ولأنها معلقة يبقى الفورس زي ما عرفنا من قانون نيوتن الثاني في هذه الحالة هي ام في جي، لأن هنا لأنه معلق فيبقى العجلة اللي بيتأثر بيها الجسم هي عجلة الجاذبية، يبقى ام جي. اف تبقى فوق هنا في على على البسط هي ام في جي، ام في جي الكتلة في العجلة، كتلة هنا اهو ام دي اف دي هي ام في جي. والكروس سكشنال اريا السلك، طبعا ممكن السلك يكون على شكل اسطوانة، اسطوانة طويلة جدا، يبقى هنا الكروس سكشنال اريا هي زي ما هنشوف دلوقتي انواع الارياز المختلفة للجسم اللي متعلق في هذه الكتلة. يبقى باي ار سكوير لو كان
لو كان عبارة عن اسطوانة. اوكي، يبقى الاستريس هو الفورس بير يونت اريا، فورس بير يونت اريا. طيب نشوف كده النورمال ستريس ده. نورمال ستريس يعني الاجهاد العمودي، اجهاد عمودي. الاجهاد العمودي لو الشكل اللي عندنا ده زي ما احنا شايفين كده، ده مثلا ده سلك، طبعا احنا متعرض عاملينه عريض شوية عشان يبان حد. ده سلك له طول، الطول بتاعه هو L اللي هو ده، وبنشده من فوق ومن تحت بقوة F، او بنضغط عليه زي هنا في الحالة دي، بنضغط عليه من فوق ومن تحت زي المكابس مثلا بقوة F، وده الكروس سيكشنال اريا، مساحة المقطع، مساحة المقطع بتاعته. فإذا كان السلك ده عبارة عن اسطوانة، فده عبارة عن باي ار سكوير اللي هي ال A، والطول بتاعه هو L، الطول هو L. فإذا أثرنا بقوة من فوق وقوة من تحت، أو جينا ورحنا مثبتين مسكناه من فوق، علقنا السلك ده من فوق وشديناه من تحت، يبقى هيحدث هنا استطالة. طبعا هنا بيقول لي دلتا ال على 2، او دلتا ال مقسومة على 2. ايه هو دلتا ال؟ دلتا ال هي دي الاستطالة، الالونجيشن، الالونجيشن الحادثة في السلك. والالونجيشن دي بتحدث عبارة عن الدلتا ال دي الاستطالة الكلية، بيبقى جزء نتيجة اف، دي جزء من تحت استطال، وجزء فوق نتيجة برضو اف اللي من فوق استطالت. فالاستطالة الكلية اللي بتحدث تبقى دلتا ال، لكن تحت وفوق كل جزء بيتشد بنفس القوة، يبقى ايه؟ دلتا ال على 2 ودلتا ال على 2، لما نجمعهم يديني دلتا ال. يبقى دلتا ال هي الاستطالة، الالونجيشن اللي بتحدث في السلك، وال هو الطول الاصلي للسلك، وايه الكروس سيكشنال اريا مساحة مقطع السلك، واف هي القوة المؤثرة على هذا السلك. ده طبعا هنا تنسايل ستريس، ده شد، وهنا كومبريسيف ستريس يعني قوة ضغط او كبس، قوة ضغط او قوة كبس. هندي الستريس الرمز سيجما. يبقى النورمال ستريس هندي له الرمز سيجما، ويبقى سيجما هي اف على اي نوت، وهقول اي نوت ده مساحة المقطع الاصلي بتاع الجسم او السلك اللي احنا بنشده او بنضغط عليه بقوة مقدارها اف. يبقى ده النورمال ستريس، اف الفورس بالنيوتن، وقلنا ان اف هي ام في جي، حصل ضرب ام في جي، واي نوت الاوريجينال كروس سيكشنال اريا، ولازم تكون بتتقاس بالمتر سكوير. يعني لو انا اديت نص القطر بتاع السلك بالملي، لازم نحوله لايه؟ لمتر، لازم يتحول لمتر. لنفرض طبعا الكتلة خدتها بالكيلوجرام في عجلة الجاذبية، تطلع على طول بالنيوتن مباشرة، بالنيوتن، لأنها تبقى كيلوجرام متر على ثانية تربيع، ده اللي هو الواحد نيوتن. طيب احنا ممكن يكون الجسم بتاعنا هو عبارة عن مش سلك، وإنما حاجة زي المكعب ده، مكعب. المكعب ده طول الضلع بتاعه اللي نوت، ومساحة أحد الأوجه اهو الاريا هي A، ونفرض دي كانت الانيشال ستيت، يعني الجسم في الحالة الابتدائية بتاعته. لما أثرنا عليه بقوة، قوة اهي للخارج من هنا وقوة للخارج من ناحية تانية، شديناه لبره من ناحيتين بالقوة F العمودية دي، يعني شدينا الوجه ده وشدينا الوجه المقابل له من الناحية التانية، فهيستطيل.
هيستطيل ويصبح الطول الجديد هو L. يبقى الطول الأصلي L نوت، الطول الجديد L، بالعقل تبقى الاستطالة اللي هي دلتا L اللي هي الطول الجديد اللي هو L، أطرح منه الطول القديم اللي هو L نوت، يعني L ماينس L نوت يديني مين؟ L دلتا L اللي هي الإلونجيشن. دي الاستطالة اللي حدثت نتيجة تأثير القوة اللي شدت هذا الجسم أو شدت هذا المكعب من الناحيتين إلى الخارج. أوكي يا شباب؟ طيب نشوف كده وحدة قياس سيجما اللي هي وحدة قياس الاسترس أو وحدة قياس الإجهاد. قلنا وحدة قياس قوة على مساحة، القوة بالنيوتن والمساحة بالمتر سكوير، يبقى هي هتبقى نيوتن لكل متر سكوير، نيوتن لكل متر سكوير، والنيوتن لكل متر سكوير بنسميها باسكال، بنسميها باسكال. وممكن تبقى باوند لكل انش سكوير، فدي طبعا تبقى اسمها ايه، باوند بير سكوير انش. ده في النظام الانجليزي، واحنا قلنا النظام الانجليزي مش هنركز عليه قوي، لكن خلينا في النظام الدولي للوحدات. يبقى اذا نيوتن لكل متر سكوير اللي هي بنسميها باسكال، بنسميها باسكال. طيب نيجي للكروس سيكشنال اريا. الكروس سيكشنال اريا مثلا اذا كان عندي كيوب مكعب طول احد الاضلاع ال نوت، يبقى الناحيه دي برضو ال نوت، ويبقى ده برضو ال نوت، يبقى الاريا A هي عباره عن ال نوت في ضرب ال نوت، برضو ال نوت في ال نوت، خلاص. فاذا احنا اثرنا عليها بقوه F تبقى مساحه اهو المقطع اللي بيتشد هو ده اللي بنأثر عليه بالقوة F، هو L نوت سكوير. ليه؟ لأنها L نوت في L نوت. أدي مساحة الاريا بتاعة السكوير أو المربع. طب لو كان ريكتانجولر مش كيوب مش مكعب وإنما متوازي مستطيلات، توازي المستطيلات يبقى له ادي عرض وارتفاع وله طول، فده هيبقى طبعا انا المهم عندي بغض النظر عن الطول، انا المهم عندي هنا مساحة المقطع اللي بيتشد اللي بأثر عليه بالقوة F، فانا بأثر على هذا الوجه اللي هو مساحته الطول في العرض، طول في عرض يبقى B في A، B times A او A times B او A cross B. طيب وطبعا لو كانت بقى اسطوانة، ودي معظم الاسلاك بتكون عبارة عن اسطوانة على شكل اسطوانة، سلك عبارة عن اسطوانة، بيبقى ليها نص قطر وليكن R، وجينا هنشد ده بقوة F. هذه السلندر مساحة المقطع بتاعها هو باي R سكوير، ط ناقص تربيع. ليه؟ لأنه مساحة المقطع ده عبارة عن دايرة، والدايرة مساحتها باي R سكوير، ط ناقص تربيع باي R سكوير. يبقى دي أنواع أو أشكال الأجسام اللي ممكن يؤثر نأثر شكل الجسم اللي هيبقى عندنا اللي هنأثر عليه بقوة ولتكن F. هذه القوة هتؤثر على احد الاوجه، الوجه اللي بيتاثر وبيتشد بالقوه دي نشوف شكله هو عباره عن ايه، مربع او مستطيل او دائره، وبالتالي يبقى لازم نحط مساحه المقطع المناسبه في كل حاله من هذه الحالات. اوكي يا شباب؟ طيب طبعا هنا مساحه المقطع ايه، هي ممكن نقول باي هنا ار ده نص القطر، لكن دي ده الديامتر، والديامتر على 2 يديني ار على فكره، دي على 2 سكوير، لان ممكن يديني الديامتر بدل ما يديني نص القطر بيديني الديامتر، يبقى هي هتبقى دي سكوير على 4، لان 2 تربيع تحت، هتبقى ممكن باي دي سكوير على 4 على اساس ان ده الديامتر او
باي ار سكوير على اساس ده نص القوت. يعني لو اداني الدايمتر اقسمه على 2 واخلص واحط ان ايه بتساوي باي ار سكوير عشان ما نقعدش نتلخبط ونحفظ 100 معادله يعني. طيب دي الكروس سكشنال اريا او مساحات المقطع للاجسام المختلفه للجسم، الاجسام اللي هنعرضها لقوه، وهنشوف هذه الاجسام المعامل المرونه بتاعها هيطلع شكله ايه. طيب طبعا احنا كل الكلام اللي بنتكلم عليه ده الشير التنسايل ستريس، اسف اللي فات كله تنسايل ستريس، يعني اجهاد طولي. اجهاد طولي يعني القوه بتؤثر على المساحه عموديا، عمودي خلاص. طيب في عندنا نوع اخر من الاجهاد بنسميه شير ستريس. شير ستريس يعني معناها اجهاد القص، اجهاد قص. اجهاد قص ده معناه ان احنا بنعمل الوجه زي ما احنا شايفين كده، ادي مكعب اهو، بدل ما هنأثر عليه بقوة الاعلى او قوة الاسفل، لا هنأثر عليه بقوة موازية للمساحة دي، سطح المساحة نأثر عليه بقوة للخارج كده، مش عمودية، لا موازية للسطح زي دي كده. فهتعمل ايه؟ يبقى قوة من تحت، مثلا الجسم ده يبقى من تحت مربوط، ومن فوق بنقوم زقين السطح ده للخارج، هيبقى الشكل شكل الجسم منبعج بهذا الشكل. شوفوا المكعب هيبقى شكله ايه تحت تأثير القوتين دول، يبقى ده بنسميه قص. قص نعم، قص قاف صاد، يبقى ده اسمه الشير ستريس. ودي زيها بالظبط، لو عندي كتاب بهذا الشكل، كتاب يكون كبير شويه، ونيجي نقصر كده بايدينا بس للخارج، للخارج هنلاقي الوجه اللي فوق ده اتشد لبره خالص، وبعدين الكذا صفحه اللي تحتيه اتشدت برضه ولكن بكميه اقل، واللي تحت اقل، واللي تحت اقل، واللي تحت خالص نجد انها ما اتحركتش زي الوجه ده. الوجه ده هنجد انه ثابت، لكن الوجه اللي فوق هو اللي بيكون اتحرك. اتحرك قد ايه بقى الوجه اللي فوق ده؟ اهو بالمسافة ولتكن اكس، المسافة اكس، يبقى هي دي المسافة بتاعت القص. ودي مهمة جدا، ولنفرض ان الطول ده، الطول ده اللي هو هنا اهو محطوط اتش، هنا اتش، يبقى بنقول ادي برضو الاجهاد اللي عملناه اننا اثرنا بقوة على هذه المساحة، على المساحة دي، بس صحيح هنا هيكون موازي، القوة دي موازية، علشان كده بنحطها هنا اف بارلل، العلامة دي علامة قوة موازية. لكن في النورمال ستريس ده او التنسايل ستريس بتكون القوة عمودية. فبدل ما بنحط دي بنحط بقى طبعا العلامة بتبقى ايه، يعني بتبقى بنحط كده خط وفوقيه عمود عليه، يبقى قوة عمودية. هنا بندي الشير ستريس بديله الرمز تاو عشان اميزه عن سيجما. سيجما هي التنسايل ستريس، هنا الشير ستريس تاو بيساوي برضو اف على ايه، برضو اف على ايه، بس هنا القوة دي ايه؟ بارلل فورس، هناك نورمال فورس. يبقى هنا الفورس is parallel to the upper and lower faces، يبقى القوة الموازية للسطح او للسطحين العلوي والسفلي، للمساحتين ايه اللي فوق واللي تحت، اللي هما دول دي واللي من تحت برضه. وايه نوت هي الاوريجينال كروس سكشنال اريا او مساحه المقطع الاصليه، وبتتقاس بالمتر سكوير، وبرضه القوه هنا بتتقاس بالنيوتن، بتتقاس بالنيوتن،
وبرضو اليونتس بتاعت التاو هي فورس على اريا، تبقى زي بالظبط التنسايل ستريس. هي نيوتن لكل متر سكوير او باسكال. يبقى التنسايل ستريس الشير ستريس، الفرق اللي بينهم هو ان هنا في الشير القوة موازية للسطح او للمساحة السطحية والسفلية، وفي التنسايل ستريس ان القوة عمودية على المساحة. هناك التنسايل عمودي، هنا موازي للسطحين. طيب نشوف النورمال سترين. النورمال سترين ناخده كده حاجة حاجة بالدور كده. طبعا احنا بنقول الاستوى الاسترين، بقى الاسترين هنديله الرمز ابسلون، وممكن اذا كانت الرموز هتبقى زيادة ممكن تكتب سترين او نورمال سترين. نورمال سترين يعني الانفعال العمودي، الانفعال العمودي اللي هو ناتج من النورمال ستريس. ايه هو؟ هو عبارة عن التغير في الطول اللي هو الدلتا ال على الطول الاصلي اللي هو ال نوت. ال ال دي هي دي ال نوت، دي ال نوت. يبقى دلتا ال اللي هو مجموع دلتا ال على 2 اللي فوق ودلتا ال على 2 اللي تحت، مجموعهم هو دلتا ال، ده التغير في الطول دلتا ال. ممكن اقول هو الطول الجديد ال، ده بنسميه ال اللي هو بعد تأثير القوة. ال بطرح منه الطول الاصلي اللي هو ال نوت، ده ال نوت، معلش هي منسية النوت، يبقى ال ناقص ال نوت اللي تديني دلتا ال، على لو قسمته على ال نوت يبقى دلتا ال على ال نوت. ده الانفعال العمودي. وطبعا واضح ان وحدة الانفعال عبارة عن ايه؟ دلتا ال ده طول، وتحت طول يعني متر على متر، يبقى ملوش اي وحدة، ملوش وحدة قياس، ده دايمنشن ليس على طول كده واحنا مغمضين. يبقى اذا النورمال سترين از ا دايمنشن ليس. طب يبقى ال نوت از الاوريجينال لينث وذاوت لود، يعني قبل ما نحط اللود كان الطول بتاع السلك هو ال نوت. بعد ما حطينا بقى الثقل مباشرة فبنقول ده الانستانتينيوس لينس. ايه الانستانتي؟ يعني الطول اللحظي، اول ما طول يبقى هو او استطال يبقى هو ده ال، ده نتيجة وضع الثقل او وضع القوة الشد اللي شدناه، لكن ده بدون اي شد بدون اي لود اللي هو ال نوت، وده بعد ما اتشد. طيب يبقى السترين از دايمنشنلس، ليس له ابعاد ليس له وحدات. يبقى وحدة الاسترس هي نيوتن لكل متر سكوير او باسكال، سواء كان الاسترس ده نورمال ستريس او تنسايل ستريس، او لو كان شير ستريس. النورمال سترين ده ليس له وحدة خالص، وطبعا ده هنا ده في النورمال سترين. طب نشوف الشير سترين بقى. الشير سترين زي ما هنشوف كده، اولا شايفين المسافة اللي بعد بيها الوجه اللي فوق عن الوجه اللي تحت او عن الوجه الاصلي، الوضع الاصلي اللي هي سميناها اكس. اكس على الطول او على البعد بين الوجهين اللي بيتشدوا هو ده عبارة عن الشير سترين. يبقى اكس على اتش، وممكن نقول هي تان الزاوية سيتا دي. شايفين سيتا؟ سيتا اللي هي الزاوية اللي مال بيها الجسم نتيجة القص، نتيجة القص.
يبقى لان احنا عاملين هنا ازدواج عليه، ده اسمه ازدواج على فكرة، قوة في اتجاه والقوة الاخرى في اتجاه معاكس، فدي بنقول عليه ازدواج. الزاوية اللي حدثت نتيجة هذا الازدواج بنسميها سيتا، تان سيتا الظل هو المقابل على المجاور، المقابل هو اكس والمجاور هو اتش، يبقى اكس على اتش هو تان سيتا، يبقى هو ده اللي بنسميه الشير سترين، شير سترين. وهنشوفها هنا كده بتفصيل، ادي اكس وادي اتش وادي اف اللي شدت الوجه اللي فوق، يبقى بنقول ان الشير سترين، الشير سترين هدي له الرمز هنا جاما، هناك بنقول ابسلون اللي هو النورمال سترين، ادينا له رمز ابسلون، هنا بنسميه جاما، وده بندي له يبقى بيساوي تان سيتا اللي هو بيساوي اكس على اتش. اكس اكس دي بالمتر، اتش بالمتر، يبقى متر على متر ليس له وحدة، يبقى الشير سترين زي النورمال سترين ليس لهم اي وحدات، يبقى ده دايمنشن ليس، ده كمان دايمنشن ليس. طيب نشوف كده السلك، سلك وعملنا عليه لود، ايه اللي بيحدث للسلك ده؟ اولا هنا بنسميه بنقول على الالاستيك ديفورميشن، الاستيك ديفورميشن التشوه المرن، تشوه مرن، تشوه مرن. السلك لنفرض السلك هو الرسم البني ده، ده هو السلك بتاعنا، ماسكينه من فوق، وده الطول بتاعه اللي هو L، ده الطول بتاعه L، و من الناحية دي لسه ما علقناش فيه أي ثقل. ولو جينا خدنا قطاع داخل هذا السلك الجزء ده، هنجد إن هو مكون من جزيئات، هذه الجزيئات زي ما انتم شايفينها مرصوصة بتترص على شكل كأنه شكل كريستالاين، كريستالاين يعني ايه؟ شكل بلوري، شكل بلوري. هذه الجزيئات او الذرات بتترتب بترتيب ثابت وترتيب منتظم، شكله بيبقى منتظم جدا، وهو اللي بيديني الشكل البلوري لكل بلورة من بلورات هذا السلك، خلاص. وهي معظم المعادن بيبقى شكلها بلوري بهذا الشكل. طيب ده الانيشيال، يعني ابتدائيا بيبقى السلك الجزيئات شكلها بهذا الشكل. طب لو جينا رحنا معلقين على احد من فوق متثبت، وجينا على الطرف ده ورحنا شدينا السلك لاسفل بقوة F، يعني علقنا هنا الثقل مقداره كتلته M، يبقى MG اللي هي F لأسفل، فهيستطيل هذه الاستطالة، الاستطالة دي اللي هي دلتا، ممكن نقول عليها دلتا L، هي دلتا أو دلتا L نوت، يعني ده طول L نوت، ويبقى الاستطالة اللي حصلت هنا هي دلتا L نوت، خلاص الاستطالة اللي حدثت في الطول الأصلي. لكن الجزيئات شوفوا كده الشكل بتاعنا، الجزء اللي احنا خدناه هنا هو ده اللي الجزيئات مترتبة فيه بهذا الشكل، هنجد ان الجزء ده هيستطيل يتشد، لان نتيجة انه تشد يبقى الجزء ده كمان هنلاقيه يتشد، يبقى الجزء اللي فيه الجزيئات ده برضو بيتشد مع السلك، وبنلاقي انه البوندز ستريتش، ايه البوندز؟ الروابط اللي بين الجزيئات، الروابط، الروابط اللي هي يعني الرابطة، الصف ده كان فيه روابط بينها وبين الصف اللي تحتيه، بصوا المسافة هنا كبرت، المسافة دي كبرت فحصل لها استطالة، يبقى الروابط بتحدث لها استطالة. لو جينا ورحنا القوة دي شلناها
ورجعناها زي ما كانت، يعني القوة تبقى صفر زي الوضع الأولاني، وجينا هنا هنلاقي إنه الجسم بيرجع لوضعه الأصلي. يعني نلقى دي رجعت تانية، والروابط نفسها أو البوندز بقت بدل ما كانت استطالت هنا رجعت إلى وضعها الأصلي. يبقى هنا الانيشال بدون لود، هنا حطينا سمول لود، ممكن نحط كيلو 2 كيلو، ده اسمه سمول لود. وبعدين رحنا شلنا اللود، فأصبح الجزء الأخير ده unloaded. unload، مفيش أي لود هنا، بنجد السلك يرجع تاني لأصله. مادام السلك رجع لأصله زي وضعه قبل وضع الأثقال، يعني بعد ما شلنا الأثقال زي قبل ما نحط الأثقال، ده بنسميه elastic deformation أو تشوه مرن، حدث تشوه مرن، رجع لأصله وزي ما بيقولوا يا دار ما دخلك شر، ما فيش حاجة حصل، كأن ما فيش حاجة حصلت. خلاص ده بنسميه التشوه المرن، تشوه مرن يا شباب. ده كلمة إلاستيك تعني ريفيرسيبل، يعني عكسي، العملية تبقى عكسية. أنا ابتديت من هنا حطيت لود، رجعت شلت اللود رجع لأصله، عشان كده بنقول عليه ريفيرسيبل، يعني الجسم عاد إلى أصله كأن لم يكن. يبقى ده اسمه تشوه مرن. خلاص، هي طبعا هنا كلمة تشوه، تشوه يعني وقتي، والتشوه الوقتي نتيجة إن أنا حطينا الثقل. خلاص، لكن بمجرد ما بنشيل الثقل بيرجع لأصله كما كنت. طيب نشوف البلاستيك ديفورميشن بقى. البلاستيك ديفورميشن في الميتالز أو في المعادن، ودي مهمة جدا خاصة طبعا لطلبة الهندسة، مهم قوي. وده يعني هم المفروض يكونوا بياخدوا هذا الكلام حتى في دراستهم، البلاستيك ديفورميشن، لأنه الديفورميشن اللي بيحدث للميتالز ده بيكون نتيجة إجهاد شديد، إجهاد شديد، بنحط لود واللود ده بيكون لود عالي. طبعا مش هحط كيلو ولا 2 ولا بتاع، لا، ده احنا بنقوم مثلا هنا ده الطول برضو السلك اهو، وادي برضو نفس الجزيئات بتاعت السلك، او مثلا نقول السيخ بتاع الحديد المسلح اللي بيتحط مثلا في المباني. وجينا بدل ما نحط بقى ثقل صغير حطينا ثقل كبير جدا. الثقل الكبير ده هيخلي دول، شوف البوندز اللي بينهم هتتشد، بحيث شوفوا هنا كانوا كام جزيء، 4 بقوا كام، 3. وحصل ايه بقى؟ بنقول عليه حصل سليب، سليبينج. يعني ايه سليب؟ انزلاق، حصل انزلاق، وممكن نقول عليه ده ديسلوكيشن، خلع. يبقى ممكن نقول عليه سليب، وده بنقول عليه سليب بلين، ده سليب بلين، انزلاق، مستوى انزلاقي، بتنزلق ويبقوا يصبحوا تلاتات 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 بدل ما كانوا 4 بهذا الشكل. خلاص، وده بقى بيبقى بيرمننت. يعني ايه بيرمننت؟ يعني معناها يبقى الانفعال اللي حدث ده بيفضل موجود في الميتال أبد الآبدين، ما يرجع تاني للحالة الأولانية، عشان كده بنسميه بلاستيك، بلاستيك ديفورميشن. يبقى هنا ده تشوه غير مرن، تشوه غير مرن أو بلاستيك ديفورميشن. ده لو جينا شلنا اللود، شوف بقى لما تشيل اللود هيرجع سنة، يرجع شوية، لكن مش هيرجع لأصله زي ده. بصوا كده
هيرجع وهيبقى فيه استطالة دائمة، استطالة دائمة. السيجما هنا دي، السيجما دي بنسميها سيجما بلاستيك، على اساس انه لما شلت اللود ده انلودد بيرجع لي صحيح البوندز الرابط، لكن برضو بيفضلوا هنا تلاتات تلاتات ما بيرجعوش كلهم لاصلهم. يبقى البلينز ستيل شيرد، بيحصل قص بس قص عنيف بحيث انه ما ترجعش البلينز للوضع الاصلي بتاعها. هنا بيقول لي البوندز ستريتش اند بلينز شير. البلينز اللي هي المستويات بتاعتها دي حصل فيها قص، لكن القص ده بيبقى قص عنيف ودائم. نشيل اللود، شلنا اللود نلاقي انه القص مازال موجود مهما حدث. اوكي يا شباب، يبقى ده الفرق. طبعا ده نتيجة ايه؟ ان احنا عملنا حطينا قوة كبيرة عن القوة اللي في الالاستيك ديفورميشن. يعني معناها ان الجسم ده هتحط ثقل صغير هيرجع لاصله لما تشيل الثقل ده، هتفضل تزود في الاثقال تزود لغاية ما يحدث الايه، الخلع او الديسلوكيشن او السليب بلينز اللي بتحدث، ويحدث بيرمننت ديسلوكيشن او بيرمننت الونجيشن زي ما حصل كده اهو. تفضل استطالة دائمة داخل السلك باستمرار، ودي طبعا بتبدأ تشويه، تشوه دائم بيخلي السلك او الماتيريال نفسها ما تتحمل بعد كده. ليه؟ لان دول ثلاثة لو حطينا بعد كده اثقال تانية هنجد ان الثلاثة دول يبقوا مثلا جزيء اتنين، جزيئين جزيئين جزيئين، يرفع اكتر وبالتالي لغاية ما ممكن انه يحدث له كسر، كسر خلع، يتخلع خالص العملية دي. طبعا كلمة بلاستيك معناها انه دائم، يعني بيرمننت تبقى حاجة أصيلة في السلك اللي عندنا. طيب هناخد قبل ما ناخد المعاملات المرونة والقوانين بتاعتها هنشوف قانون هوك. قانون هوك طالما احنا اتكلمنا على الجسم اهو، سلك اثرنا بقوة اهي، ده السيمبل تنشن تيست. و قانون هوك بيقول لي ايه؟ انه سيجما بتساوي مقدار ثابت اي وده ابسلون. ايه هي سيجما؟ سيجما قلنا التنسايل ستريس، والابسلون هو التنسايل سترين. معناها ان التنسايل ستريس يتناسب طردي مع التنسايل سترين، والاي ده ثابت التناسب. معناها بيقول لي ان الاجهاد الطولي يتناسب مع الانفعال الطولي الى حد معين اهو ايه، وده طبعا حد، هذا الحد بنسميه الالاستيك، الالاستيك ليميت. يعني سيجما تتناسب مع ابسلون نوت، ده تناسب، واشيل العلامه دي يعني علامه التناسب واحط ايه، ده ثابت التناسب او بنسميه ثابت هوك. ثابت هوك في بعض الكتب يحطوه بالرمز كي، يعني ممكن يتحط كي وممكن يتحط اي، يعني انا مش هتفرق معايا، المهم ان احنا بنقول ان ده ثابت هوك، ثابت هوك خلاص. او الثابت الالاستيك ديفورميشن، يعني ثابت الالاستيك ديفورميشن. يبقى نقول ان اي هي سيجما على ابسلون نوت خلاص. طبعا سيجما بالباسكال وابسلون نوت ملهاش وحده قياس، يبقى اذا اي نفسها هذا الثابت هو يتقاس بالباسكال، يبقى ده وحده قياسه هي باسكال زي السيجما، لان ابسلون ملوش اي وحده قياس زي ما قلنا قبل كده.
لو رسمنا العلاقة دي، ده ثابت، ده ثابت التناسب، يعني العلاقة دي طردية، يعني بتمثل لي خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. ده العلاقة دي، ده علاقة رياضية، معادلة رياضية بين سيجما وإبسلون نوت، ده صاد وده سين وده معامل سين. خلاص، لو رسمنا العلاقة بين سيجما وإبسلون نوت هنلاقي إن العلاقة بينهم علاقة خط مستقيم يمر بنقطة الأصل، زي ما هنشوف كده. أدي سيجما هي الصاد وإبسلون السين، لو رسمنا علاقة لازم يمر بنقطة الأصل. خلاص، يبقى قانون هوك بيقول لي إن سيجما تتناسب مع إبسلون up to the elastic limit. يعني سيجما تتناسب مع إبسلون نوت إلى حد المرونة، لحد المرونة بتاع الجسم، لأن إحنا شوفنا قبل كده لو زودنا الثقل زيادة بيحدث انخلاع، بيحدث خلع، ويبقى في عندي permanent deformation، وبالتالي ما يرجعش السلك لأصله. يبقى ده الجزء ده هو اللي بينطبق فيه قانون هوك فقط. لكن لو زودنا بقى سيجما ودي زادت، هنلاقي العلاقة تطلع علاقة تانية خالص غير دي. معايا يا شباب؟ طيب، في قانون هوك طالما العلاقة علاقة مرنة، علاقة مرونة، يبقى لما بزود الأثقال بطلع كده على السهم الأبيض، ولما بقلل الأثقال هيرجع على نفس النقط تاني إلى نقطة الأصل. طبعا في البلاستيك ديفورميشن ما بيحدثش هذا الكلام على الإطلاق، ما بيحصلش. طيب، آدي العلاقة مثلا لو الاستريس، وآدي الاسترين، وآدي قانون هوك هنا أهو. ده كده وأنا بعمل لود يعني بزود الأثقال، يبقى طالعين على الخط. انلود هرجع على نفس الخط كما كنت. السلوب او الميل، بصوا كده، هو الاستريس، ده بيمثل الاستريس وده بيمثل لي الاسترين. طبعا السلوب يعني معناه الميل، ميل الخط، يبقى فرق الصادات ده هو بيمثل الاستريس او الاجهاد، وفرق السينات اللي هو الجزء ده بيمثل لي الاسترين. يبقى الاستريس على الاسترين، الاجهاد على الانفعال، ده بنسميه المودولاس اوف الاستيسيتي، معامل المرونه لماده السلك اللي احنا عاملين بنعمل عليه اجهاد، اللي هو ده زي ده كده. يبقى انا بشد السلك بعمل اجهاد، وبشوف في كل مره اقيس معاه الانفعال اللي بيحدث له، الاستطاله، وبالتالي نقدر نشوف الانفعال حصل ايه. لما ارسم العلاقة بينهم واجيب الميل، الميل ده بسميه المودولاس اوف الاستيستي. المودولاس اوف الاستيستي لو كان ده سلك، لو كان ده الجسم عبارة عن سلك، بنسميه معامل يانج، معامل يانج للمرونة، يانجز مودولاس، يانجز مودولاس. و بنديله ممكن معامل يانج، بديله الرمز، باخد اول حرف كده من يانج واي، ويبقى ده هو ده اللي هنمشي عليه، مش اي. ده معامل هوك، لكن هنا هنسميه معامل يانج، اللي هو الواي، يعني بدل الاي هسميه واي، ويبقى ده يانجز مودولاس او معامل المرونه الطولي. طيب، يبقى هوكس لو بيقول proportionality of stress and strain under certain condition. ايه هو الـ under certain condition دي؟ طبعا انا الكلام ده ما يتكتبش في الامتحان للطلبه اللي هتمتحن، لا، to the limit of elasticity أو to the elastic limit of the body. يبقى ال proportionality of stress and strain up to the elastic limit of the body. This
البروبورشناليتي دي از كولد هوكس لو. هوكس لو، قانون هوك. ويانجز مودولس اهو بنديله اهو الرمز واي، هو النورمال ستريس على النورمال سترين، الاجهاد العمودي على الانفعال العمودي، او التنسايل ستريس على التنسايل سترين. والوحده بتاعته هتبقى ايه؟ طبعا اللي تحت ده ملوش وحده قياس، واللي فوق بيتقاس بالباسكال اللي هو النيوتن لكل متر تربيع، يبقى معامل يانج بيتقاس بالباسكال، بيتقاس بالباسكال. خلاص يا شباب. طيب نشوف كده بقى الشير مودولس. الشير مودولس بيتعرف بانه الشير ستريس على الشير سترين، يبقى في كلا الحالتين ستريس على سترين، وهنا ستريس على سترين. لو كان نورمال ستريس على نورمال سترين، او تنسايل ستريس على تنسايل سترين، بنسميه يانجز مودولس، بنسميه معامل يانج. ولو كان شير ستريس اللي هو تاو على شير سترين اللي هو جاما، اللي هي سميناها اللي هي تان سيتا، او اكس على اتش، ودي طبعا برضو هي اف على اي. الستريس هو الستريس، هنا اف على اي نوت وهنا اف على اي نوت. يبقى ستريس على سترين، نورمال ستريس على نورمال سترين، شير ستريس على شير سترين، بقى حاجة تانية، بقى شير مودولس او معامل القص. يبقى ده معامل يانج وده معامل القص، الاتنين ليهم نفس وحدة القياس وهي الباسكال، وهي الباسكال. اوكي يا شباب. طيب ناخد كده ده اكزامبل بسيط خالص، بس في الاكزامبل ده يعني الفورس دي كبيرة جدا. باخد دي انا هنا هي اس 6 مش اس 11، دي اس 6 نيوتن. بيقول لي استراكشر ستيل رود، استراكشر ستيل رود has a radius r بيساوي 9.5 مليمتر. خلاص، يبقى عندي رود نص القطر بتاعه 9.5 مليمتر، واللينس بتاع هذا الرود ساق من الستيل طولها 81 سنتي. 81 سنتي طبعا يعني لازم اكتب بعد ما بعمل الكلام ده، لازم اكتب الجيفن. ايه الجيفن؟ المعطيات بتاعتي، ار اللي هو نص القطر طبعا بالملي، واحولها المتر، يبقى 9.5 × 10⁻³ متر. كذلك الطول الاصلي ال نوت ب81 سنتي، واقوم ضاربها في 10⁻²، عشان احول السنتي الى متر. خلاص، ومديني الفورس 6.2 في 10 أس، زي ما بقول 6 مش أس 11، في 10 أس 6 نيوتن، ودي بالنيوتن، يبقى نكتبها برضو 6.2 في 10 أس 6 بالنيوتن. الرد ده لما أثرنا عليه بهذه القوة stretches استطالة، القوة دي عملت استطالة stretches it axially، اكسيالي على طول المحور بتاعه. ومعامل يانج للستيل اللي هو واي بيساوي 2 × 10⁻١١ نيوتن لكل متر مربع. خلاص، بيقول لي what is the stress in the rod. ايه هو الاستريس؟ الاستريس نعرف هي الفورس، الفورس على اليونت اريا. خلاص، الفورس اهي 6.2 × 10⁶. اليونت اريا احنا قلنا دي رود، الرود
عبارة عن شكل اسطواني، بيبقى شكله اسطواني، اي ساق هي بشكلها اسطواني، وما دام اداني نص ليها نص قطر تبقى اسطواني على طول. نص القطر احنا قلنا انه مساحة مقطع الاسطوانة هي باي ار سكوير، ار اهي 9.5 × 10^3، ده اربعه ار سكوير واضربه في باي، يبقى كده جبت المساحة. اقسم القوة على هذه المساحة يبقى اداني مين؟ الاسترس في الرمل. بعد كده بيقول لي what is the elongation، ايه الالونجيشن اللي هي دلتا ال، دلتا ال the elongation of the rod under the load، under the load. الالونجيشن احنا نرجع كده شوية، ممكن ارجع تاني هنا اهو. طبعا انا لما بقول الاسترس النورمال الاسترس يبقى اف على ايه، اف على ايه، وهنا الابسلون دي اللي هي السترين النورمال سترين قلنا هي دلتا ال على ال نوت، دلتا ال على ال نوت. طبعا دي لو رتبناها تحت موجود دلتا ال على ال نوت، ال نوت مقام المقام، تطلع فوق تبقى بسط، وفوق اف على ايه، الايه تنزل تحت، يبقى فوق بقت اف مضروبة، ده الخلاصة بتاعت ده، دي ممكن تتكتب بشكل تاني، يبقى اف مضروبة في ال نوت ومقسومة على ايه، مظبوط، اللي هي باي ار سكوير، و الجزء الثاني اللي هو دلتا ال، يبقى دلتا ال في A وفوق هيبقى F في ال نوت. خلاص دي العملية دي مهمة جدا، عشان لما نيجي نجيب مثلا هو هنا طالب ايه، الالونجيشن بس، لو عايز دلتا ال، يبقى لو حطينا القانون، القانون وجينا كده احنا لسه قايلين انه من القانون بتاع معامل يانج، واي معلوم اهو، والاريا معلومة والفورس معلوم والطول ال نوت معلوم، فضل مين؟ هيبقى فاضل على طول الدلتا ال، نقدر نجيبها بمنتهى البساطة. طبعا بيقول لي what is the strain، السترين هو هيبقى دلتا ال، ما انا بجيب من هنا دلتا ال اهي، الالونجيشن ايه، دلتا ال على ال نوت اللي هو 81. خلاص يبقى العملية ما هياش صعبة، العملية بسيطة جدا جدا جدا. هو هنا عوض دي، طبعا هي لو حسبتوها مش هتلقوا دي 11، هتلاقوا هو معوض عنها بانها 6، 10^6 اهي، اف على باي ار سكوير، بصوا لها كده وحطوها 10^6 وشوفوا الارقام هتطلع ايه معاكم، وهسيب لكم دي عشان تشوفوا خطوات الحل بالترتيب. اوكي يا شباب، نشوف كده اذا كان في مثال تاني، في مثال تاني نشوفه اذا كان بتاعكم ممكن. بيقول لي هنا ستيل رود برضو ساق طولها 2 متر 2 متر لونج، has cross sectional area of 3.1 سنتيمتر مربع، دي الاريا بقى مش نص القطر، خلي بالكم بيقول لي كروس سيكشنال اريا يعني مساحة مقطع الرود هو 3.1 سنتيمتر مربع، يبقى فضل ان انا احول السنتيمتر مربع الى متر مربع، كل سنتي منهم بحوله ان انا اقسمه على 100، يعني معناها هيبقى 3.1 × 10
أس سالب 4، في 10 أس سالب 4 عشان تبقى بالمتر المربع، والطول عندي بالمتر، خلاص ده ما فيهوش أي مشكلة. بيقول لي the rod is now hung، اتعلق by one end، اتعلق من طرف from a support structure، من يعني نقطة تعليق زي السقف كده، زي السقف. And 550 كيلوغرام، 550 كيلوغرام ميلينج ماشين is hung from the rod's lower end. يبقى الرد اتعلق من طرف، وجينا في الطرف الثاني كلمة الميل ماشين، ميل ماشين دي بنقول عليها طاحونة، مطحنة، اللي يعني بنعمل عليها دريلينج سواء معادن أو كاوتش، إنه يطلع لي عبارة عن ستريبس يعني. لكن المهم إن الكتلة بتاعت هذه المكنة أو هذه الماشين 550 كيلو، اتعلقت في الرد من الطرف الأسفل. بيقول لي ديترماين، احسب الستريس، السترين، and the elongation of the rod، ومديني يانجز مودولاس للرد، هو 20 في 10 أس 10 باسكال. طبعا العملية بسيطة، لازم نكتب كده الستريس ايه هو، اف على الاي نوت، والاف او مكتبه اللي هو ام في جي، دي ام اهي، اضربها في عجلة الجاذبية دي 9.8، وده يبقى ده اف على الستري، على ال انا بقول اف على اي، على الكروس سكشنال اريا. ادي الكروس سكشنال اريا اللي هي 3.10 في 10 اس سالب 4، هتبقى هي دي الاي نوت. اقوم حاط قاسم الاثنين على بعض، تطلع لي على طول الستريس. الاسترين هي الاستطاله على الطول الاصلي، الاستطاله على الطول دلتا ال على ال. طبعا هنا ممكن الاسترين اجيبه من القانون انه يانجز مودولاس بيساوي الاسترس على الاسترين. الاسترس حسبناه من هنا، يانجز مودولاس معلوم، يبقى نقدر نجيب الاسترين، يعني معناه ان الاسترين هيبقى عباره عن الاسترس مقسوم على يانجز مودولاس. يبقى هنا دي قدرت اجيب الاسترين ببساطه. بعد ما اجيب الاسترين وحسبته، الاسترين هو عباره عن ال elongation دلتا ال على الطول الاصلي. الطول الاصلي عندي 2 متر، وال elongation او الـ فين الـ هنا ال elongation دلتا ال، انا بقول الاسترين انا حسبته خلاص، الاسترين هو دلتا ال على ال نوت. ال نوت معلومه والاسترين حسبناه، يبقى نقدر نجيب الالونجيشن. العملية مش صعبة يا شباب، عملية سهلة، ودي اسيبها لكم عشان انتوا اشوفكم يعني المفروض تحسبوها، ويا ريت تحسبوها وتحطوها لي على على الصفحة بتاعتنا او على الواتساب. يا ريت اللي يعرف يوصلها ويحلها، يا ريت يحط لي بس الحل كده، واول واحد هيحلها بس يكتب لي اسمه، يعني الواحد برضو يحب يشوف الناس اللي هي ماشية معايا ولا لا. دي انا خلاص خلصتها. نيجي هنا مسألة تانية على الشير، على الشير. بيقول لي piece of copper قطعة من النحاس، الكروس سيكشنال اريا بتاعتها 4 × 10³ متر مربع، خلاص، والارتفاع بتاعها 1 متر.
يعني لنفرض ان دي مثلا على شكل متوازي مستطيلات، على شكل اسطوانة، مساحة السطح بتاع الاسطوانة دي، مساحة المقطع بتاعتها، السطح اللي فوق 4×10³ متر مربع، والارتفاع او الطول هو 1 متر. بيقول لي is subjected to shearing force of 40,000 نيوتن. 40,000 نيوتن. وتخلي بالكم انتوا بتحلوا بعدد الاصفار اللي موجودة تكتبوها مظبوط، لانه للأسف طلبة ساعة الامتحان ممكن ال40,000 دي هلقاها كاتبها لي 4000. 4000 يعني تكر قوي من الحاجات دي. طيب يبقى ده اللي هو بيمثل مين؟ اتش. ده بيمثل اتش، وده اللي هي الكروس سكشنال اريا اللي هي اي. بيقول لي احسب الشير ستريس. الشير ستريس، الشير ستريس اللي هي الاف برضو على الاي، الاف على الاي. خلاص ادي الاف وادي الاي، هقسمهم يطلع لي الشير ستريس على طول. بيقول لي هات الشير سترين. الشير سترين اللي هو طبعا دي اقدر هجيبها زي المسألة اللي فاتت على طول من معلومياتنا، ان الشير مودولس قيمته 4.2×10^10 نيوتن لكل متر مربع. ده الشير مودولس، يبقى ده معلوم. وقلنا ان الشير مودولس بيساوي الشير ستريس على الشير سترين، على الشير سترين. يبقى عشان اجيب الشير سترين ادي المودولس معلوم، وهنجيب الشير ستريس من جزء ايه، يبقى نقدر نجيب الشير سترين ببساطة. لما جبت الشير سترين واتعرف، وانا عارف ان الشير سترين هو عبارة عن اللينير ديسبليسمنت اكس اللي هي المسافة الافقية اللي بيتزاح بيها السطح العلوي، اللي هي اكس. اكس معلومة، واتش بواحد، اهي الهايت اتش ده بواحد متر، يبقى هتبقى اكس على اتش بتساوي الشير سترين. فالشير سترين اتعرف خلاص من بي، اقدر اقول ان الشير سترين بيساوي اكس على اتش. اتش معلومة والشير سترين معلوم، يبقى اقدر اجيب اكس بمنتهى البساطة واليسر. اوكي يا شباب، ودي يعني هسيبها لكم برضو عشان تشوفوا طريقة الحل. العملية ما هياش صعبة ابدا. بنجيب الشير ستريس زي ما قلنا، وبعدين الشير سترين مباشرة بنجيبه. العملية ما هياش مشكلة. وفي الاخر نجيب اللينير ديسبليسمنت اللي هي اكس. اكس على اتش بتساوي الجاما. الجاما معلومة من الخطوة اللي قبلها. انا هقف على بواسون. على نسبة بواسون. وبكده يا شباب نكون خلصنا المحاضرة، ودي المحاضرة التالتة lecture 3. عن الخواص الميكانيكية للمواد الصلبة أو للمعادن بصفة العموم. و يعني أتمنى ليكم التوفيق، واللي عنده أي استفسار، اللي عنده أي تعليق، اللي عنده يعني ممكن تتصلوا بيا أو بأحد
المعيدين الموجودين عندكم، عارفينهم طبعا، الباشمهندس ممدوح او الباشمهندس احمد، وممكن الباشمهندس شيماء، اي حد من الثلاثه لو ليكوا اي استفسار عن اي جزئيه في هذا الباب او الباب الاولاني، فانا ان شاء الله هكون منتظر وتحت امركم ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.